وهات لنا حته جبنه وبلاش الجمبري اللي ريحته طالعه ده. في ايه؟ كلياك زفت ومات زهباب، خمرتك بقت تقرف. ازاي ده؟ لولا احلام احنا كنا عتبناها. فين هي؟ جايه حالا بتلبس. املا لهم يا واد الازازه من البرميل اللي بشرب منه. ما تزعلوش. انكور كمان دور. ده عندك بتعملي ايه؟ عيانه مش قادره. وده وقت عيا؟ المحل مليان والزباين عايزينك تحت في زيومي. حرام عليك. حرمت عليك يا عشتك. لازم تعملي بلقمتك في زي. سن النهارده كان بدي اروح ازور امي. امبارح فتها بتموت وجيت عشان امشي لك شغل. اعفيني الليل. ما شاء الله. من امتى بتردي عليا؟ من امتى بتقدري تكلميني كده؟ انت نسيتي اني بكلمه واحده اكشف سترك واجيب رجلك في حادثه مصطفى العلم؟ انت وحدك تعرف اني بريئه. وانا وحدي اللي يعرف يوديك في داهيه. انت عارفه انك تحت رحمتي وهتفضلي تحت رحمتي طول عمرك. يلا اعدلي بوزك واصلبي وسطك. بعد دقيقه واحده عايزك في القهوه تحت تمزج الزباين. انت سامعه؟ انت كليفه. انا مش كليفه يا خواجة. انا كويس كتير. لا انت مش كويس كده. طب تعالى فجمبلي. هات يا واد اتنين ويسكي. حاضر يا خواجة. انا مش يدفع برادس. لا ما تخافش يا خواجة، انا هيدفع برادس. شيل لا انت مش كيف. ميرسي يا خواجة. انا امبارح هنا شفت واخد بنت. واخد بنت؟ بعد دقيقة راح يجي. مش ولا انت صحيت ايه؟ اسمعني يا ولد. اسمعني يا خليل. اسمعني يا خليل. انت محل الخليل. محل الخليل. ايه الحلال اللي في ايه؟ يلا ايه؟ بنتك مداجها مقلوب الليلة. فاتتنا وضخ خرج. فانطون يا جماعة بس متغير هدومنا. يا بنت أحلام. يا أحلام. فين الرأس؟ دي خمارة يا أحسن. نشوف لنا حتة تانية نفرفش فيها. يلا بينا. يلا. حلمكوا يا سيادة. اقعد يا سيادة. اقعد يا جدع. اقعد. مفيش بنت مفيش فلوس. ازاي يا خواجة في بنت؟ بنتك نفسها كبرت علينا يا خليل. نشوف لنا حتة تانية نفرفش فيها. يلا بينا يا سيادة. ولا ايه؟ قلت اخطف رجلي واجي اشوفك عشان اطمئن عليك. الصداع راح مش كده؟ انا جبتلك برشام. صعب قلبك يا بنتي. يا ريت العمر ينتهي بقى عشان ترتاحي. ما
تقولش كده يا اما، انا ليا من غيرك. هو ده خلص؟ ايوه هنزل اجيبهولك. على ايه؟ ارجعي يا بنتي لشغلك، انت عارفه طبع ابوكي. ابويا هو ده ابو؟ اه يا ناري على اللي بشوفه. استحملي يا حرام، هنعمل ايه؟ شفتي بقى الدواء كان مساعدك، هنزل اجيبهولك ضروري معايا. ربنا يخليكي يا بنتي ويخلصك من ظلم الراجل اللي ما عندوش رحمه ولا انسانيه. ما تحمليش هم ياما، اه حياه واخرتها الموت وكل شيء علشانك. قومي ارجعي يا احلام، احسن الوحش ده يعذبك ويأذيكي لما يدور عليكي ما يلقاكيش. الهي تريحني من ظلمه، والله لولاك ياما ما كنت اصبر على النار اللي انا فيها. ربنا يسمع منك يا بنتي وينتقم منه حد ما عذبك وعذبني. فتك بعد. اه يا حبيبتي اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة يا ست هانم. الله يسلمك يا حضرة الوالد المحترم. عجبك كده؟ الزباين طفشوا. فوت ليلة ما تغضبش فيها ربنا. زوجتي على فين؟ طبعا رجعت متحينة. تعال قوي، اتعلمت تخبي. رجع من عند امي لان عايزة لها حق الدواء، ده اللي بيخلينا اشوف وشك. انت بتغلطي، الخوف هو اللي بيخليك تطعيني. انت عارفه ان رجالتي ما يغلبوش، يعرفوا يجيبوا بنتي لما تعصاني، يا يجيبوها يا يجيبوا خبرها. واحده زيك عندها الفرصه عشان تتمتع وتكون غنيه ومش عاوزه. انت بني ادم؟ الدم اللي بيجري في عروقك دم انسان؟ لا، ميه منتنه من اللي بتجري في البلاعه. يا ريت كان ليا 10 قلوب، مش كفايه اكرهك بقلب واحد. وهي كده ما عنديش فلوس، قاعدة نظري بهلوس بيكي كل ليلة. كنت فاكرك شهم صاحب مروءة. ما باكلش من الكلام، اشمعنى تيجي لحد عندي وتقوى تشتغل؟ ابن اللي بسلاسة وبولغة. أهلا. سعيد يا عم أحمد. والدتك موجودة؟ يا ستي موجودة، بس اتفضلي. الله، مالك كشة كده ليه؟ كنت عايزاها في كلمة، أنا مكسوفة أوي. الوقت واخري، إن كانت نايمة بلاش تصحيها. هي في الحقيقة مسافرة عند أختها في بنها. يا دي البخت، أم عيانة قوي وأنا معذورة في حق الدواء. طب بس خدي نفسك يا ستي، الليلة نبات سوا والصبح ننزل نجيب الدواء. اوعى كده. وفيها ايه؟ سهرة يجي منها حق الدواء لأمك. ايه العيش دي يا حبيبي؟ ايه الوحل اللي بتتمرغي فيه ده؟ ذلم، قسوه، عار، مفيش صدر حنون تشتكي له همك وتروحي له بوجعك. حتى امك اللي فضلها لك من الدنيا الوحشه دي مفيش امل، ربنا موجود. خلاصي من الجحيم اللي بتباتي فيه وتصبحي فيه. سيبي الحياه دي، روحي للحياه التانيه، حياه الراحه، حياه الطمانينه. انتحري انتحري، خلاصي من العيشه دي، انتحري انتحري. شاش وقطن والحقيقة قام على فوق. حاضر.
سيدي، ايه اصل الحكاية؟ الحكاية زي ما انت شايفة، واحدة حالتها تستدعي اننا نهتم بيها. حادث التصادم؟ بالضبط، تصادم بين رغبة واحدة يأسى من الحياة وعايزة الموت، ورغبة واحد عاوز لها الحياة. والله ماني فاهمة حاجة من اللي بتقوله. يا ستي حادث انتحار. يا ندمتي، والحلاوة دي مش خسارة في الانتحار؟ ايه هو الانتحار ما يكونش الا للوحشين؟ لا يا سيدي انا مش قصدي. نعيده، روح انت يا فاهي منامي، كفاية عليك على النهار. واسيبك سهران؟ بدل ما اروح المكتبة هقرا هنا لحد ما يجي ميعاد نومي. ناولين المجلد والورق اللي هناك. حاضر يا ستي، عارف من 40 سنة اني في منتهى الاخلاص والغيرة على صحتي. تصبح على خير يا سيدي. تصبح على خير. تصبح على خير. شياطين الاخره جاي يسالك موتك نفسك فين؟ ما تتخضيش، هي جهنم فيها مخدات وريحه. افتكرت انت جاي حائط الداخل، ولا علشان اتعذب مرتين؟ ليه نجتني؟ ما سبتنيش اموت ليه واخلص؟ سيبوني اموت. ازاي قدرت ترتكبي جريمه الانتحار في حق الجمال والشباب ده؟ ازاي طوعك ضميرك انك تحرم الدنيا من انظر زهرة شفتها في حياتك؟ انظر زهرة شفتها في حياتك؟ الزهرة دي يا من داست بالرجلين وضاعت نظرتها زي ما ضاعت ريحتها وشمها كل الناس. قد نفسك، الدنيا ما تستاهلش كل الدموع دي. طمني، اعتبري نفسك في بيتك واللي قدامك هو ابوك. حنانك شجعني اني المح لك بشيء عن حياتي. كنت دايما محتاجه الانسان قلبه كبير اعترف له بالامي واحزاني. كل شيء في الحياه له نهايه، حتى الالم. كلميني، اطمني، خليني اشطرك الامي. أنا حاسة باطمئنان لك، ومع ذلك شعر بالندم. يا ريتني سكت، كنت احتفظت باحترامك وفلت في نظرك أنظر زهرة. اتكلمي، ما تخافيش، أنا كنت دايما في كتبي محامي عن الخاطئات. كل مذنبة عندها الفرصة إنها تبقى طاهرة، زي ما كل طاهرة عندها الفرصة إنها تبقى مذنبة. باب المعصية مفتوح، باب التوبة مفتوح. مفتوح
ابدا، حتى انه مقفول في وشي. يكفي اننا نعمل منه امراه من الجد. تعمل منه؟ هتشغل نفسك بيا تاني بزياده التعب اللي تعبته. بالعكس، انت هديه صدفه سعيده. وقد ايه مفرح ان الواحد ولد له فجاه بنت لطيفه زيك من غير ما يتحمل مشقات الزواج. الفطور جاهز يا سيدي. طيب اديني جاي. الست هتفطر في سريرها. ازيك دلوقتي؟ ان شاء الله تكوني احسن. يا سيدي ان الست اللي فوق هتعيش معانا. في مانع؟ البيت بيتك يا سيدي، بس الست باين عليها غندوره وهدومها حشمه قوي. وبعدين بقى هنجيب سيره الناس. انت بتصلي وقلت لي الف مره انك تكرهي النميمه. ما تاخذنيش يا سيدي، وانا سمحت منك كتير ان الكلام في حق الستات حلال، لان كل شيء فيهم جايز. فيهم حاجة مؤكدة انهم شياطين، وده شيء عرفته من عشرتك ليا. صعبان عليا يا سيدي، وهتعمل ايه لما يبقى اتنين في البيت، انا والتانية؟ صحيح مسألة مزعجة قوي، انا مش واخد بالي. الله يجازي شيطانك. والشيطان لما يبقى مسمسم زي الست هانم اللي فوق ما يبقاش مزعج قوي. ازاي بقى؟ سمحتك بتقول لها انها بنتك اللي اتولدت لك من غير جواز. وما دام تبقى بنتك يبقى خلاص دخلت في صف الملائكه. هنرجع للنفاق، مش كفايه النميمه. انا بقول الحق، ادي انت الليله لا كتبت ولا قريت. يا اخت ابليس، الكاتب لما يكون ما بيقراش ولا بيكتبش يكون بيفكر. اوعى تكون فكرت يا سيدي انك تتطوع في الاسعاف. طيب. هوانم كتير حينتحروا ربع انتحار علشان يضمنوا المعيشة المجانا ويرتاحوا من أزمة المساكن. لما تودي لها الفطور وتكلمك وتكلميها هتعرفي انك غلطانة وانك ظلمتيها. النهاية خلي بالك منها لغاية ما ارجع. الكوفية يا سيدي، عمرك ما نسيت الكوفية. أبي. عصايتك يا سيدي، عمرك ما نسيت العصاية. الأستاذ ما اتجوزش أبدا. هو مش هيتجوز، وإن كان عندك عروسة له ريحي نفسك، بيكره الستات عمى. يا ساتر، ليه كده؟ أنا عارفة، بيقول علينا في الكتب اللي بيألفهم كلام زي الزفت، اننا معجونين غش وخيانه، وان الدنيا مش هتصلح حالها ابدا الا اذا كان يخلص منها صنفين، صنف التعابين والستات. على كده غريبة ان انقذني. جايز لحد ما نزل المايه كان فاكرك راجل، الاستاذ نظره على قد. كان جايز يغير رايه ويسيبني اغرق، زي ما يجوز ان يجي دلوقتي ويقولك انت مستنيه هنا ليه، بتعملي ايه. على فكرة حضرتك مشرفانا هنا كتير. تسألي ليه؟ لا أبدا، عشان أعمل حسابك في الغدا. إيه ده كله يا سيدي؟ أحلام فين؟ هو ما نزلتش من أوضتها. أنا ما فيهاش حد يطلع لها الغدا كل ساعة والتاني. معلش شدحيلك شوية يا غريبة. انت لسه نايمة لغاية دلوقتي؟ ايه الكسل ده؟ احلام، احلام،
أحلام. فهيمة. 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 نعم يا سيدي. أحلام فين؟ مش موجودة. لازم خرجت من غير ما أخد بالي. خرجت؟ أنا مش قلت لك تلاحظيها؟ احترت يا سيدي ألاحظ المطبخ ولا ألاحظها؟ هو الصنف ده يقعد في حتة؟ كفاية بقى. قولي بدوشي. اه يا حبيبتي يما. اه يا أبو بالسياسة كده. عندك مانع؟ ابدا، بس هتدور في حوادث الانتحار من غير فايدة. ما قلت لك يا سيدي الروح حلوة. طيب غوري من وشي. ريحيني من لسانك. اقدر ادخل؟ اذا حبيتي. كنت في سهرة بديعة. أيوة بديعة قوي. فهي ما كان عندها حق لما قالت لي إني غلطان في خوفي عليكي وإنك خرجتي تستأنفي الحياة من جديد. خجلان أقول لك إن دي هي الحقيقة. أنا نفسي بستغرب إزاي تتنازلي عن الحياة مع إنها بالنسبة لك عبارة عن متعة وتسلية ظريفة. ما هو بيقول الانتحار بيحصل في لحظة جنون. ما كانش طبيعي ابدا انك تقبلي دعوة راجل محطم زيي وتمضي معاه الوقت اللي كان في استطاعتك تمضيه مع واحد من سنك. ولا يمكن جاي علشان تأدي الواجب وتخرجي. وجايز تكوني نسيتي حاجة. على كل حال شعور رقيق جدا احسدك عليه. انا جاي اوصف لك السهرة السعيدة اللي سهرتها الليلة. يمكن تحب تسجلها في كتاب من كتبك المشهورة لأنها من صميم الحياة. أنا ما قلت لكش إن أمي لسه عايشة ومريضة بالشلل. ألمي خلاني أنسى وجودها. ألمي خلاني أنسى إنها محتاجة لي. لما بصيت في المخروش صورت أمي وابنتي. صورتها اتصورتها بتبكي وبتطلب بقها ميه ومفيش حد جنبها. ورغم الجرم اللي ارتكبته في حق وجودي في الحياه لدقها ليا علي خالص في وداني وقطع قلبي. بصيت لقيت نفسي بجري في الشوارع زي المجنونه. طلعت السلالم على اخر نفس ما لقيتهاش. مهنت في غيابي. قتلها ان عرفت الحقيقه. عز عليا انها تسبقني للموت. انا اللي فكرت فيها. حاولت احصلها لكن ما هانش عليا نصحك ليا ومجهودك في تجديد حياتي من تاني خلاني ارجع لبيتك. وطول السكه حاسه ان صوتك بيتدفي. وبعدين اكتشفت ان ابويا ورايا. اضطريت امشي في سكك وشوارع تانية عشان اقدر اضلله. كان مستحيل اسمح انه يجي ويزعجك.
هذه السهرة سعيدة يا فندم، اسمح لي أخرج أكملها. لا يا أحلام، أنا مصدقك، كلامك قرب قلبي ناحيتك أكتر من الأول. أنا قلت لك إن ده بيتك وهيفضل بيتك. سيبني أخرج، أنا مكاني مش هنا، أنا ما أقدرش أقعد هنا. أنا كنت فاهم إن بنتي بلغت سن الرشد. سيدي، واحد بره عاوز يقابل حضرتك. مين؟ أنا عارفة، باين عليه واحد من إياهم اللي بيقولك دايما. وجايالي ليه؟ ما أنت عارفة التسعيرة. إن كان مبهدل إديله 10 قروش، وإن كان متأيف وماسك عصاية وحاطط منديل في جيبه إديله شلل. مش قابل لا بالتسعيرة دي ولا بالتسعيرة دي، وبيقول إنه مش بتاع فلوس، ومصمم إنه يقابل حضرتك. طيب، قولي له اتفضل. حاضر. مين حضرتك؟ محسوبك خليل الديب، تاجر خمور وخلافه. بقى انت خليل الديب؟ ليه؟ مش باين عليا؟ يظهر ان حضرتك مطلع على بواطن الامور، انت لازم عندك فكرة عني. ايوه يا سيدي، بنتك كلمتني عنك كتير. بنتي؟ مش ممكن ابدا تكون شفتها او عرفتها. انت راجل يظهر واسع الاطلاع خالص يا شيخ. انت عارف انها هنا. لما قالت لي انها شافتك وانت بتتلصص وراها، استبعدت انها تكون عرفت تفلت منك زي ما هي فاكرة. نتكلم بقى بصراحة مدام ما انتش ناوي تنكر وجودها عندك. ايوة، اتعدل وسيبك من اللف والدوران. كان ضروري احضر هجومي واخش في الكلام من سراديب حاكم، يعني منكرش عنك انا مش متعود اكلم الاساتذة الكبار في الادب. ولا انا واخد اكلم الاساتذة الكبار في غير الادب. لا، كويسة جديدة، انا متشكر قوي، انا اموت في الصراحة. لكن يا ترى اكون متطفل او رزيل لو سألتك انت بنيت حكمك ده على ايه؟ على المعلومات القيمة اللي سمعتها عنك من بنتك. بقى راجل علامة زيك الكتب دي كلها في دماغه، ما يقدرش ان كلام الستات نص الاولاني كذب والنص التاني اوهام. ما كانش عشمي ابدا انك تصدق وتبني حكمك القاسي ده على راجل شريف زي شريف وغشاش خمور بالجملة. مفيش تناقض بالمرة بالاتنين. ها صحيح، مفيش تناقض. كني بخلط على برميل النبيت برميلين مية مقطرة، ده دليل على اني بخاف على صحة الزباين. لو كان فيه انصاف في البلد كانت وزارة الصحة تصرف لي مكافأة. تعرف انك انسان مسلي، مانيش نادم اني شفتك. ولا انا وحياتك، كان نفسي من زمان اشوف في حول الادباء بيتكلموا ازاي وبيلبسوا ازاي، لكن ما عنديش اي امل انك تعزمني على العشاء علشان اشوفهم بياكلوا ازاي، او تعزمني على كاس خمرة علشان اشوف طريقتهم في الشرب وبعد الشرب. عن اذنك. خلينا نتكلم في المفيد. ايوة، خشبنا في المفيد. اما الدليل التاني على كونك راجل شريف، تصرفاتك مع احلام. الله، هي وصلت بيها الجرأة انها تصرح لي بكل شيء. عزيزي الاستاذ، رح اكون معاك صريح زي ما انت صريح معايا. ما تفتكرش ان ضميري ميت، انا في الحقيقة
رقيق الإحساس جدا، بس عيب الوحيد إنك دلوقتي لابس جلد خنزير. كويسة برضو، لكن أنا معذور علشان أتفاهم مع المجتمع وأساير الناس ومشي الشغل. ما تخليك منصف. أنا منصف جدا ومقدرك، عارف تمام إني بكلم نزل من أكبر الأنزال اللي صادفتهم في عالم الواقع. يا أستاذ أنا حاسس إن قلبي محدوف لك، علشان كده راح أستحملك. أنا عمري ما أغضبت الفضيلة ولا جرحت إحساسها إلا تحت ضغط الظروف. دنيا بطالة، العدالة فيها معدومة. تعجبني. تصور إن راجل زيك محترم من الطبقة الراقية مقعد في بيته بنت صغيرة حلوة، ومع ذلك عارف ازاي تداري امورك، وعارف ازاي تخلي الناس يستمروا في احترامك، مع ان غلطتنا واحدة. انا شخصيا مقتنع انك راجل شريف. ما تضحكش، راح تقتنع اكتر لما تعرف اني احلام مش بنتي. علشان كده انا ضميري مستريح، لان امها ما كانتش كوركت مع محسوبك. ودلوقتي بعد ما وضحت لك كل شيء اسمح لي اني اعاتبك، لانك بوظت لي كل اشغالي. انا مش عاوز تعتذر لي، واكتفي انك تسلم لي بنتي. بنتك؟ طبعا بنتي بمقتضى القانون. لحسن الحظ ان القانون قادر يحميها من حضرة الوالد المحترم. يا سعادة البيه ما تتكلش على كده، انا والقانون اصحاب من زمان. سيبك من التهويش ده، وخليك فاكر انك المرة دي بتتعامل مع خصم عنيد. علشان تتنازل عن حمايتك لبنتك تطلب كام؟ يا سعادة الاستاذ انت بتخدش حيائي من غير رحمة. انا اخجل جدا من الكلام في الماديات. معلش المرة دي اسمح لايدك الطاهرة انها تقبض مبلغ نظير انك هتتحرم من بنتك احلام. وانا في منتهى الالم مضطر اقبل اقتراحك، وكلك نظر بقى. ادي شيك، بس ما تتكلش كتير على شيكاتي، واجتهد انك تصلح سمعة البيت بتاعك وتسترد زباينك. دي خليها عليا، ما يكونش عندك فكرة. الى الملتقى. الى الملتقى؟ لا، الوداع احسن. طيب وان وحشتني تاني يبقى ايه العمل؟ نهايته. باي باي. جاي تعمل ايه؟ اقبض تمن الظهور اللي بتقدميها للاستاذ. انت عارفه مبدئي، كل شيء وتمنه. يا ندل مش هخليك تستغل طيبته. دي لهجه تكلمي بيها ابوكي بدل ما تعتذري عن المتاعب اللي سببتها لي؟ راجل كبير زيي تخليه يجري وراك امبارح طول النهار والليل؟ اذا كنت هترجع تاني مش هتلاقيني. بالعكس انا عايزك تلبدي. كان كل غرضي اني اطمن عليكي من حيث الاكل والنوم ومستوى المعيشة، وديني اطمنت. عندك الفرصة عشان تتخرجي من هنا ست من الطبقة الراقية، وعندك الفرصة بدل ما ادفع فلوس علشان اعلمك اقبض فلوس شيكات. ده يزعلك؟ عبيطة. صباح الخير. بتفكر في ايه؟ في الدنيا. عمرك انت ما كان فيها ازهار جميله زي دي، لازم بتتفتح من لمس الملامح اللي وهي بتطلع. او يجوز سر جمالها فرحها بدخول المكتبه وزياره المفكر الكبير. قريت الكتاب اللي اديتهولك امبارح؟ ايوه. زمان كنت ازهق قبل ما اكمل الصفحه، لكن كتابتك خلتني اعرف الفرق بين الكاتب الخايب والكاتب العظيم. كأنك ساحر في سطر واحد تملى القلب ضحك تملاه بنور. احنا الاثنين نقدر نبكي الناس ونضحكهم اقوى من كتابتي الحياه.
الحرير اللي شعرك، الفتنة اللي في عينيك، الأمل اللي في شبابك، في جمالك السحر الأكبر. كرمك ملوش حدود، هبتدي أصدق إن ملهمتك وبطلة كتابك الجاي. ما كتبتش حاجة؟ لسه، كل ما أختار الكلمات أوصف بيها حسنك أهملها وأدور على كلمات تكون أحلى منها. الله، الورق لسه أبيض، يكونش حد زارك وعطلك؟ أبدا، مين اللي هيزورني في ساعة مبكرة زي دي؟ كده. طب ما تنساش تكتب إن أحلام عرفت راجل تبناها له قلب ملاك، بيحاول يخفي عنها كل اللي يؤذي شعرها، لدرجة إنه خبى عنها خبر زيارة أبوها اللي رماه في طريقها بختها الأسود. ما شفته هو خالك، أدي اللي كنت خايفة منه إنه يجي ويزعجك. أنا غلطت اللي رجعت. لا، ما غلطتيش يا أحلام أبدا، أنت في حمايتي وفي حماية القانون. فهيمة، فهيمة، أستاذ مختار، أستاذ مختار. الله، عجيبة أوي، إيه مفيش حد هنا ولا إيه؟ إزاي سايبين بيت بشكل كده؟ بونجور يا هادو. بس لو تسمحي يظهر ان البيت مفيش حد. اذا كنت مش عاوز تحسبني بقى مفيش حد فعلا، فهيما نزلت البلد في مشوار. بس كنت عايز اسالها، الاستاذ هيرجع امتى؟ في مانع تسالني انا؟ هو ضرب تليفون من شويه وزمانه جاي. تسمحي لي بسؤال تاني؟ حضرتك تبني ايه يا استاذ؟ بنت. لكن اللي انا اعرفه انه مش متجوز. ازاي؟ على كل حال احنا ما تقابلناش من شهرين، جايز بقى انه في بحر الودادي يكون تأهل. لازم يكون كده، عشان انا اتولدت له من شهرين ونص. وحضرتك تبقى له ايه؟ ابقى له ابنه برضه. كده، شوف الصدف، ده احنا نطلع اخوات بقى. من حسن حظي، مع ملاحظه لابد منها، الاستاذ يظهر انه موفق قوي في انجاب البنات. تفتكر اللي شايفاه انه ورث الصبيان حلاوه اللسان والكلام؟ الكلام يا ريت نحتكم عليه، ساعات بتمر على الواحد ظروف يتمنى فيها ان عقد لسانه تنفك ويبقى شاعر. ايه في ايه؟ شو كان غرضت في صباعي؟ مش معقول قلبها يطوعها، لازم كان قصدها تخش في صباعي انا. تسمحي توريني؟ لا 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 بس بس خلاص اهي. تعيطي من شوكة؟ امال بقى لو كان يصادفك في حياتك حاجة مؤلمة بصحيح؟ في الدنيا ألم أكتر من كده بقى؟ ما افتكرش. طبعا، واحدة زيك عمرها ما عاشت إلا في القصور، عمرها ما اتعاملت إلا مع الأزهار، ما يخطرش في بالها إن الأستاذ. أستاذ مختار. أوف، أهلا وسهلا، أنت هنا من بدري؟ لا والله، لسه دلوقتي. إنما قولي، معقول ينزل في جنينتك عسكري باراشوت إنما يهبط فيها ملاك؟ إيه الحكاية؟ حكاية إن أحلام ضيفة عندي من كام أسبوع. الكاتب الكبير اللي عمره ما كان ميال للنساء يقبل في ضيافته امرأة، وامرأة جميلة، ويسمح لها تمشي في الجنينة وتقصف عمر الأزهار المسكينة. امرأة وامرأة جميلة، ما قريتش في ملامحها حاجة تانية غير الجمال؟ قريت الطيبة، ابتسامتها كلها بساطة وعينيها كلها طهارة. ايه اللي اثار ضحكك؟ هقول لك، انا الفت كتاب سماه النقاد بعده محامي الخاطئات المتحمس،
وانت احسن كتبك عنوانه ما احقر الخاطئات. اذا كنت لسه متمسك برأيك هتندم ندم شديد انك سلمت على احلام، وهتدور على مطهر تغسل به ايدك. مش معقول. مش معقول دي بتقولها بلهجة اللي عاوز يتساهل في آرائه. ابدا خلاص سقطت من نظري. سيبنا من الموضوع ده. زي حال عينيك دلوقتي؟ ايه، من يوم ما كنا سوا عند الدكتور ما شفتوش. اسمح لي، ده منتهى الاهمال. اسمح لي، ده منتهى التغفيل اني ازور دكاترة تاني. من 10 سنين وعناية تحت السلاح وفي جهنم السوائل اللي بيحللوا بيها الاتعاب، وايه النتيجة؟ نظري بيضعف يوم بعد يوم. اسوأ ما فيك تصرعك في التشاؤم، واسوأ ما فيك محاولتك التخفيف من حقيقة أنا عارفها ومتأكد منها. من مدة كنت بشوف الكتب في الرفوف والأقلام على المكتب، دلوقتي صوابع هي اللي تقدر تميز بين كتاب وكتاب، وهي اللي تقدر تعرف إن كان فيه إقلام على المكتب ولا لأ. أرجوك كفاية تشاؤم، حسيبك تشتغل. مع السلامة، أشوفك قريب مش كده؟ إن شاء الله. عرفار يا أحلام هانم، أنا تشرفت خالص. عرفت اسمي؟ لازم اتكلمتوا عني. أبدا، جه صدفة على لساني بالذات. كنت أحب اسمك يجي صدفة على لساني. رؤوف يا فندم، رؤوف شكري. تشرف. أشكرك قوي اللي خلتني أعرف اسم المنقذ اللي أنقذ صباعي. على كده هصدق إني بطل. أيها البطل، تسمح تقبل الوردة دي؟ على سبيل المكافأة. بيوجعني. ما عندكش وصفة؟ أنا شيال يا هانم مش دكتور. وإزاي الشغل؟ والله ما فيش شغل اليومين دول. ما عندكيش شيلة؟ تفرق تفرق. يلا بينا. يلا بينا. أستاذ العزيز. مين؟ ايه ده يا اخينا؟ ايه الهجر ده كله؟ انت كنت فين؟ اهلا. بتعرف يا استاذ العزيز، حياتي حصل فيها انقلاب خطير. لازم الى احسن. صوتك كله مرح. مرح سببه ان قلبي حل فيه ضيف جديد اسمه الحب. الحب؟ اخر اصدقائي العقلة اصبح مجنون. او اخر المجانين من اصدقائك اصبح عاقل وعرف ان شبابه ليه عليه حقوق. طيب يا سيدي، كل اللي اتمناه لك انك ما تندمش. اندم على ايه؟ اندم على اني اصبحت عايش وشاعر بجمال الحياة؟ كفاية اني انا اشد الكارهين للمرأة اصبحت بفضل امرأة مخلوق جديد ضاحك، معلش زهمة العلماء ووقرهم وسمجتهم. مخلوق ما عندوش اي مانع انه يدندن في حمام او يسابق طفل بيجري في السكة. ويا سلام لو كانت اللي بتجري جنبي مليكة فؤادي، كنت اشعر ساعتها باني طير ملون الاجنحة مخلوق للسعادة.
ومين يا ترى الساحرة اللي قلبت كيان الصديق العزيز؟ ما هي دي المفاجأة اللي أنا محضرها لك. الساحرة دي تبقى أحلام. أحلام؟ أحلام؟ أحلام مين؟ ده مش معقول. كنت متوقع إنك هتندهش. هي كمان مش هيقل اندهاشها أما تعرف إن أنا طلبتها للزواج، وكانت دايما تعتبر حبي لها ضرب من المستحيل. ولازم يكون كده. أنت كمان يتجوز أحلام. والمضحك إن اللي بيقول كده مؤلف كتاب ما أحقر الخاطئات. يا لضيعة المبادئ. لو كنت عرفت أحلام قبل ما ألف كتابي ما كنتش ألفته. انسحاب على طول الخط. إيه جريمتها؟ إنها اتولدت في وسط قذر؟ إن أبوها لص دنيء؟ ظروف ما كان لهاش يد فيها؟ ماليش دعوة بماضيها. قدامي زهرة اتنضفت من الغبار اللي عليها وما تفترقش في بياضها الناصع عن أي زهرة تانية. وآراءك ومبادئك آرائي العتيقة تلاشت أمام حرارة الحب. حرارة الحب. أعرف إيه حرارة الحب عند اللي زيك. اشتعال العطفة لمدة أسبوعين أو ثلاثة، حماسكم للقبلات زي حماس الأولاد لأي لعبة، يبتدي عنيف وبعدين يخف ويتلاشى. أحب أفهمك إن أحلام في حمايتي. تقصد إيه؟ أقصد إنك إذا كنت عاوز تلعب العب بعيد عن البيت ده. مستحيل الزواج ده يتم. انا مندهش. ليه كل الثورة دي؟ مش هي دي احلام اللي انت قلت لي انك متضايق لوجودها عندك؟ بقى كان كلام للتعمية. كنت بتغلطني. يظهر ان عاطفة البنوة نمت في قلبك نمو غلط. لكني اعدك باني هحاول بكل قوتي ان اسعد احلام. متشكر. اقدر اسعدها بنفسي. بيني وبينك الشابة في سن معين تكون محتاجة لجوزها أكتر من احتياجها لأبوها. تفكيرك في منتهى الحماقة. أنت فاكر إن الشبان بس هم اللي يقدروا يحبهم؟ على كده أنت نفسك مغرم بأحلام. عاوز تقول كده؟ ليكن، خذ حذرك وخليك عارف إني مزاحم خطير. طيب أنا هقابلها وأكلمها في الموضوع وراضي بحكمها. ما اسمح لكش انك تقابلها. مفيش داعي لوجودك في بيتي. اتفضل اخرج. بتطردني؟ اخرج. تعال. بس احب اقول لك كلمة على سبيل التذكار. مالكش اي امل وهتخسر المعركة. ان عندك زاير. يا ترى مين؟ لازم ابويا. ايوه. كان جاي عايز ايه تاني؟ في طلب بيا مش كده؟ كان لازم تصده. كان لازم تطرده. ازاي اصده لما يصمم انه ياخدك؟ ياخدني وهو يقدر ياخدني؟ انت قلت لي كتير ان ملوش اي سلطه عليا، ان القانون يحميني منه. مش صحيح يا أحلام. أنا بس كنت بطمنك وببعد عنك الخوف. أبوكي ابتدى يبقى وحش خالص. يعني في احتمال أرجع معاه؟ أدور على حيلة أمنع فيها مش لاقي. أرجع معاه وأرقص وسط السكارى وأخضع لأغراضهم السافلة؟ ليه ما سبتنيش أبوك؟ بس ما تسوديش آلامي. اسمعي يا أحلام، أنا عندي اقتراح مش عارف إذا كنت تقبليه. إيه رأيك بما إني وحيد ومليش وريث ينتفع بثروتي بعد موتي، وأظن مش فاضلي إلا أيام قليلة في الدنيا دي. إزاي؟ ما تقطعنيش، دي الحقيقة. وباختصار فيه فرصة إن الصلة اللي بينا تتقوى وتقدر تحميكي. ترضي يا أحلام تكوني أرملتي؟ مش فاهمة قصدك إيه. يعني نتجوز؟
الطريقة اللي تبعد عنك الخطر نهائيا. أنا عارف إن دي مسألة كانت بعيدة عن بالك، مش عاوزك تبدي رأيي تندمي عليه. فكري قبل ما تتكلمي. بعد كل اللي عرفته عني؟ لا لا، ما رضاش ابدا انك تضحي التضحيه دي كلها. انا مش طالب حاجه مقابل التضحيه دي، وبعرضها من غير قيد ولا شرط. انا كل غرضي حمايتك. اكبر شرف ممكن اناله في حياتي انك تتجوزني، لكن امنت للانسان الكريم اللي احسن الي تخلينا تشجع وصر. انا ما فكرتش فيك ابدا كزوج، نظرت لك دايما كوالد، نظرة في منتهى السمو. ما اقدرش احولها لعطف الزوجة، مفروض انها لازم تحب جوزها. وليها بصراحة انك ما تقدرينش تحبي، وطبعا ده يسبب لي خيبة امل فظيعة، لكن في سبيل اني احميكي اقدر احتمل كل شيء. احتمل انك تعتبري جوازنا صوري ما يدينيش اي حق، وكده تحملي اسمي وتبعدي عن نفسك خطر ابوكي. ايه رايك؟ كل اللي يهمني اني اموت وانا مطمن عليك. انا مش اناني، لو كان في شخص غيري اقدم لك بالجواز وقلبه ملتهب بالحب كنت انسحب. قد ايه كان يسعدني اني شاب من سنك زي رؤوف مثلا يطلبك. اشمعنى رؤوف؟ ابدا، اسمه به صدفه على لساني، هو الشخص الوحيد اللي بيزورنا واللي محتمل انك تفكري فيه وانه يتجوزك. رؤوف يتجوزني انا؟ وده معقول بعد اللي عرفه عني وعن قذرة الماضي اللي كنت فيه؟ ما تبكيش، ما اقدرش اتحمل اشوفك تبكي. ببكي من الفرح. خلاص جوزك الضعيف البصر عاوز يشوف الحياة بعينيك الجميلة، مش لازم ابدا تعكرهم الدموع. يلا استعدي، هنسافر بعد ساعة. على فين؟ مصر. ليه؟ ليه الازواج بيسافروا؟ علشان يمضوا شهر العسل، ياخدوا اجازة من الهموم. لكن ايه الداعي للاستعجال؟ اسباب كتيرة، منها اننا نقطع خط الرجعة على ابوكي، وده اظن يكفي الاستعجال. فهيمة، 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 فهيمة. نعم يا سيدي. حضر الشنط الكبيرة سافر مصر مع احلام مراتك. يلا اواب استعجلي. والله عافيه عليك يا استاذ احلام. برطمي تقولي مفيش، مش قلت لك يا سيدي انك هتغرق؟ ما تنسيش توصلي الجواب زي ما قلت لك، وخلي بالك من البيت. من عينيا. اوعي له يا استاذ احلام من البرد، ما تقعديش جنب شباك القطر. وزوجتي أحلام بمناسبة قراننا وسفرنا لقضاء شهر العسل أطيب التمنيات. زوجتي أحلام، خينة 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 خينة. مش هنحضر حفلة الرأس الليلة. البس ويلا بينا. أنا لازم أبطلك حفلة الأوضة طول النهار. إذا كنت بتحبني صحيح يلا.
انا ما عنديش مانع، بس ما وديت ليكي تمنعني اني اسيء اليكي لاني اكون زميلك. الناس حيبصولك ويقولوا حسناء، لكن ما عندكيش ذوق لدرجة انك راضية تمشي جنب قرد. بلاش مغالطة، يعني احنا مش هنحضر حفلة الرأس الليلة ونفرج على نفسنا شوية؟ اذا كان دي رغبتك نحضر يا سيدي. Yeah.
حبيبي في الليالي غرامنا الهنية. امتى تعودي يا ليالي يا ليالي يا ليالي غرامنا. سكت لي. أراهن إنك بتفكري أو تتمني إنك تقصي مع شاب وسيم مفتول العضلات لامع النظرات. أنت مش وعدتني إني رغم الجواز حتمتع بكامل حريتي؟ أنا أي ما أصلح التواليت تصليح شعري حتنفك. سهقتي من الوعد؟ حالا جاية. رؤوف. أحلام؟ صدفة مدهشة. غريبة. إيه اللي جابك هنا؟ زي ما أنت شايفة. إزاي ما تعرفش؟ الأستاذ قاعد هناك. أنت ما شفتوش؟ الأستاذ ما يسرهوش إنه يشوفني. وأظن أبدله نفس الشعور. إزاي؟ هو في بنت وسوء تفاهم؟ كنت طلبت منه ان اتجوزك وكان بيقول لي مستحيل اقدر اتجوزك وطلع الحق معاه. ايه الكلام ده؟ انت طلبت منه انك تتجوزني وانا ما عنديش اي فكره يا رؤوف. ما هو واجب عليك تقولي كده. مجامله الواحد مخزول يا هاني. اهنيك عرفتي تختار. الحمد لله اني رجل مش سيء الظن. لو كنت شرير كنت قلت لنفسي ساعة ما قمت تصلحي شعرك ان المواصلات نجحت بينك وبين شاب شيك عن طريق العيون. وقمت عشان اكلمه واوعده واديله نمرة الاوضة. كمل ما تتكسرش. لا ده خيال نسائي انا ما اعرفوش. بحكم انك تهرس ضميره على نياتك تصبح على خير يا حضرة الملاك. الملاك حاقد على نفسه. الملاك أجنحة احترقت وبسببك وبعد ما عرفك أصبح عاجز عن الصعود والتحليق. الملاك المحطم الزوج البائس اللي بيقتله العطش محتاج لقطرة من حنان مراته. قطرة واحدة ترويه. كان حاطط في فكري انك جايز تحب تعرفني كصديقة لكن مستحيل تقبلني كزوجة. قتل فيا كل امل وصدقته لما كذب وقال لي ان ابويا له حقوق عليا ومش هيحميني منه الا الجواز السريح. ما تصورتش بعد كل اللي شفته من نبله وشفقته انه غشاش. احلام انا جاي اخدك معايا نسافر حالا. أسافر؟ أسافر واسيبه؟ اصحي يا رؤوف أنا خلاص بقيت مراته وأقبل نفضل جنبه. أحلام فكري يا أحلام في القلب المعذب اللي بيعبدك. هتيجي معايا. هروبي معاك جريمة رؤوف. ما أقدرش يا رؤوف. أنا مسافر الصبح وهنتظرك في المحطة. إن ما جيتيش هعرف انك ما تقدريش تضحي باللقب اللامع. انك عايزه تفضلي على طول حرم الاستاذ مختار وهنساكي الى الابد. رؤوف رؤوف. كنت فين؟
فين يا أحلام؟ وعايز ناكل فين؟ معرفش إيه الأماكن الجميلة اللي تستحق زيارة السيدات بعد منتصف الليل. شيء جميل إن الراجل وقور في سنك يتجسس على مراته. اللي ما تكونش في سريرها في ساعة زي دي يبقى التجسس عليها مش إهانة لها. اهدي يا أحلام، أنا عارف سبب عصبيتك، زهقتي من الإقامة في الأقصر. هنسافر بكرة. من ورمادية على التخلص من العشيق اللي كنت وياه. تقدر تقول لي إحنا ليه بنجري من بلد لبلد؟ علشانك، علشان أسليكي وأبعد عنك السقامة. تبعد عني السقامة؟ إنك تخليني أمضي حياتي في القطرات، إنك تحبسني في أوض المقنضات. لا، أنا هقول لك على سر غرامك بالسياحة، هقول لك أنت ليه كل يوم في بلد. أنت هربان. هربان؟ هربان من مين؟ من رؤوف. رؤوف؟ أنت مجنونة. أيوه، قال لي على كل حاجة. إذن كنت وياه. زوجة تخرج في الظلام وحدها تقابل راجل وتسمع منه كلام كله كدب. مفيش حد غيرك من حقه يكذب يا حضرة المحسن النبيل اللي ضحى واتجوزني عشان ينقذني ويحميني. أحلام، كان لازم واحد منا يخسر المعركة، وكنت متأكد انك مش هتنصريني عليه. وعشان كده ارتكبت أحقر عمل من أعمال اللصوصية. كذاب. كدبت لأني حاولت إني أربحك لنفسي. اسمعيني يا أحلام، أنا كنت عارف إني هفقد بصري، وإني كنت مصمم على الموت بمجرد ما أصبح أعمى. العمى الكذبة الجديدة اللي عايز تستعبدني بيها. كفاية خداع. عرفت إن حنانك مزيف، مروطك إجرام، ابتسامتك شرك. عرفت إنك بتغطي بكفونك المثمرة المكر والشر. قتلتني تحت ستار الرحمة. مش عايز أشوفك تاني ولا أسمع صوتك. أنا بكرهك بكرهك بستخرك بكرهك. مش عاوز الازعاج ده دايما في وشي. اعمل ايه بس يا سيدي؟ ندحت ولا احنا هنا كحيت
كان ناقص ادبدب برجليا علشان اقول لك الراجل الشحات اللي نفسه عفوفه عاوز يقابل حضرتك. صهري العزيز بالحب ما تاخذنيش الاستئذان، كان زمان دلوقتي البيت بيتي. فهيمه. نعم. سيبينا لوحدنا. حاضر. اقفلي الباب وراكي. انا عاتب عليك، انت ليه ما عزمتنيش؟ كنت عايز اهيص لك في الفرح، ثم انك كمان ضيعت علي فرصه سعيده، لاني كنت عايز اكون وكيل بنتي في العقد. هي فين بنت العزيزه امال؟ خرجت في مشوار صغير. لا خليك حازم، ما تخليهاش تخرج كتير، سيبك من موضة الايام دي. على كل حال انا بعد ما بارك لها راح اقول لها في ودنها بعض النصايح والوصايا. انها ما تخرجش بعلمي، تخرج من ورايا مثلا. لا ازاي؟ قد ايه كنت وحشني، مالكش عليا يمين، كنت كل يوم اسال عليك، وكان كل املي اني اكحل عيني برؤيتك يا صهر العزيز. تكحل عينيك برؤيتي ولا برؤيه شيكات العزيزه؟ اعترف لك اني في منتهى العذر، لكن ذوق المرة دي نصحني اني اجيلك للتهنئة بس. يعز علي يا صديقي اني ابدلك التهنئة بتعزية، اعزيك في رأس المال اللي انت جاي تطالب بارباحه. مش فاهم، ارجوك سيبك من الالغاز. تعجبني، انت رجل اعمال من الطراز الاول، ولذا مش خايف عليك من الصدمة لما تعرف انك اصبحت مفلس. أحلام هربت. هربت؟ مع شاب. كلام إيه ده؟ دي عمرها ما حصلت في عيلتنا. ما تزعلش، ما احنا في آخر زمن. تصور الفضيحة. أودي وشي فين من الناس؟ وقبل ما تهرب خدت معاها حاجة؟ مصارف فلوس يعني؟ لا، من سوء حظك. يا خسارة، وعاشقها ده مين هو تعرفه؟ واحد من أعز أصدقائي وأحد تلامذتي. اسمه إيه؟ رؤوف شكري. اديني عنوانه اوام. ليه؟ هتعمل له ايه؟ هعمل له ايه؟ هنتقم يا راجل، ده شرفي وشرفك في خطر. انا بستغرب انت ازاي بتكلمني بالهدوء ده؟ بقى ما قريتش في كتبك دي كلها ان الشرف الرفيع لازم يراق على جوانبه الدموي؟ انت بتضحك، اديني عنوانه اوام. تقدر تستدل عليه وتعرف مقعدها فين؟ ما تخافش عليا، ده فني ونعرف اتقنه. خد دول مصاريف. لا زود شوية وحياتك، انت عارف ان الابحاث دي تحتاج لتاكسيات، مواصلات، برانيه، ملابس للتنكر، دقون شم. دي الفاظ انا اغنيك على الصيد الدسم، جزعة الغسيل ولبس وصديق، ولو اني لسه ما عملتوش الا اني استنتج انه مش غلس. لا اطمن، مفيش بيني وبينه اي شيء، ومش هتقدر تستغل. يا سلام على سوء الظن، تفكيرك بشط لبعيد. تصوري قد ايه سمعتي تتعرض للخطر لو جوزك عرف انت فين وعمل له الليله. يعني جاي تهددني؟ استغفر الله، انما انا جاي استنجد يا حبة عين. الافلاس هو اللي رماني على المر وخلاني اقع 17 كيلو كعابي. وهترجعهم كعابي هجيب لك منين؟ على فين؟ ماشي اوعى من سكتي، ربنا ينتقم لي منك يا وحش. ده كلام من البق، انا عارف اني ما هنش عليك من جهة جوزك بشرفي، انا مش هقوله الا اذا فهمت انك مصممة قوي اننا نخسر بعض. اشوف وشك بخير. Thank you.
على الشقاوة. الله، مالك حزينة كده ليه؟ مش حزينة. لا، باين في عينيك، لازم تقولي لي. في ايه؟ قلبي مقبوض شوية، مش قادرة اعوف. رؤوف، لازم نسافر لحتة تانية. وبعدين حياتي، ده بدل ما تشجعيني على احتمال الظروف المعاكسة اللي مأخرة سعادتنا. يعني هيجي يوم تتم لنا السعادة؟ مفيش قوة في العالم تقدر تحرمني منك غير قوة واحدة، انك تتخلي عني. رؤوف، مش ممكن. يعني خلاص هنفضل مع بعض طول العمر؟ طول العمر. هأبقى ملكت العالم كله. صحيح يا رؤوف، قولها تاني، قول انك بتحبني. حياتي كلها ما تسويش لحظة السعادة إلا أسمع فيها إنك بتحبي. أنت كل أمالي وأفكاري. فاكر لما طلعت لي الشوكة من هنا؟ فاكر وقتها يا ما كان في نفسي أربط الجرح ببوسة. قمت بالمهمة بالنيابة عنك. يا ما بوست إيدي في الحتة اللي لمستها إيدي. لا لا، دي واجباتي ولازم اقوم بيها بنفسي. رؤوف، لا لا رؤوف، لا. وبعدين يا رؤوف. اهلا وسهلا بالصديق العزيز. بعد فعلتك الشنيعه بتناديني صديقك؟ علشان ماليش ضمير حي زي ضميرك. انا كنت فاكر انك هتخجل من موقف زي ده. انا احسدك على شجاعتك يا صديقي. انا مش صديقك. خساره. لكن ما تقدرش تنكر ان دلوقتي ضيفك، واظن الست ما عندهاش مانع انها تستقبلني. مبروك يا احلام، صاحبك فارس همام يحسن اختطاف الزوجات، يحسن انقاذ الفريسة من مخالب الذئب. رؤوف ارجوك. الذئب لقب جديد اكتسبته بفضل زوجتي العزيزة، حضيف لألقاب العلمية مع جزيل الشكر. أرجوك، الحرية اللي وعدتني بيها بطلبها منك. مش هقدر أكون سعيدة وياك. أنا عشت بأسة وتعيسة طول حياتي، ودي فرصتي الوحيدة. تحياتي للزوج اللي يتحمل إن مراته ترفضه في وشه. رؤوف، كنت أقدر أصور وأرشد القانون للمكان اللي بتختفي فيه زوجتي مع صديقها، لكن ما فكرتش في كده لان قلبي اكبر من قلبك. قول انك جاي تستردها باللين والاحتيال، لكن لا، ريح نفسك على عيبك كشفتها لها. دي الاكاذيب اللي بتسمم بيها عقلها. من سوء حظك اني مش جاي اخد احلام، بالعكس انا جاي ارد لها حريتها. كنت عارفة ان طبتك في النهاية هتتغلب عليك، وانك دايما هتكون ليا المحسن الكريم النبيل. الشيء الوحيد اللي لازم تعرفيه اني حبيتك يا احلام بكل ما في جوارح الانسان من عطفة. مش هنسى معروفك، لكن عشان تكون سعادتي كاملة ارجوك ارجوك تسامحني. لو ما كنتش سامحتك ما كنتش بحثت عنك علشان اوهب لك حريتك، ما كنتش اهتم واجي اودعك. لكن يا ترى ضروري ان شخص ثالث يحضر وداع زوج لزوجته؟ زوج بعد لحظة هيمشي في الطريق لوحده. الشخص الثالث ده ما يسمحش ابدا انك تنفرد بيها. لسه عندك امل انك تغشها تاني؟ قد كده نفوذك ضعيف عليها؟ قد كده حبكم مفكك لدرجة ان لحظة مع شيخ محطم في خطر عليها؟ رؤوف أرجوك سيبنا لوحدنا. هسيبك معاه إذا أثر عليكي. إذا أرؤوف ليخد. مختار، أنا مش هخفي لنفسي إني سببت لك الحزن والألم. أنا اللي ارتكبت في حقك أكبر ذنب وكوني حبيتك. أنت تحب واحدة زيي؟ أنا مش من مقامك. عبارة مهذبة عايزة تغطي بيها نفورك من حبي. لو كنت احتملتيني الايام القليلة اللي فضلالي في الدنيا، لو كنت رحمت ضعفي. انا ضايقتك بحبي، انا مش قانع بالفتاة،
مع ان الرغبة فيكي كانت بتحطمني. حاولت مرة اني ابوسك. سامحني، انا يوميها كشيت لاني لك في نفسي هيبة الاب، لاني بحمل لك شعور الاحترام. انت ارفع من انك تبوسني. انت الليلة شديدة الرفق بالمسكين المهزوم. لا يا احلام، انت استبشعتي اني ابوسك. اش مأزيتي منها كأنها سم قاتل لمس شفايفك. ما قصدتش اسبب لك اي حزن او الم. ما خطر ليش ان راجل عظيم زيك يحب واحدة زيي. مستحيل يشوفك راجل ولا يحبكيش يا احلام. مين ما يتمناش شفايفك اللي زي سمرة حلوة يشتهيها كل انسان. مين يتأمل عينيكي ولا يفقدش صوابه. انت ما لاحظتيش لهيب النار اللي شبابك بيشعللها في القلب. كفاية كفاية. قبل ما نفترق لازم اقولك قد ايه حبيتك. حبيتك اكتر من الحياة. اصبحت كل افكاري. مش شايف في الدنيا دي الا مخلوق واحد. حاولت كتير اعترف لك بعذابي. خفت من قسوتك واحتقارك. ما غابش عني اني عجوز وبشع امام نضارة شبابك. ما تعذبنيش. يا ريتني اتولدت قبيحة مشوهة. يا ريتك ما انقذتني. انقذتني عشان اكون في جحيم من الافكار. قبحي يستحق الفشل ده. تمام، زي ما قال رؤوف. الوداع يا احلام. وداع من غير ما تبوسني. خليني اشعر على الاقل انك صفحت عني. اوعدني انك حتنساني وتنسى كل الالام اللي سببتها لك. واكد لك اني حنسى. امامي رحله تضمن لي النسيان. اسمح لي بايدك المسها لاخر مره. مختار مختار، ما بتشوفش. دي خدعة علشان استدر بيها عبدك. خدامي في الجنينة ارجوك تندهيله. مش عاوز رؤوف يشوفني وانا بتلمس طريق. انا قلتلك ان حياتي تنتهي بانتهاء بصري. لا لا، مش هتنتهي يا مختار. طريقك هو طريقي. انا مراتك ومكاني جنبك. ما ترفضنيش، خدني معاك. انت اللي ضربتك، سامح لي يا مختار. اتكلم، ما ترفضنيش، خدني معاك. من عودك الندم للحياة مع أعمى. اقتلني. خدي وريني الطريق. طريق الحياة. النمرة غلط. غريبة قوي الناس اللي بيطلبوا النمرة غلط. وبعدين معاك مش هتبطل شكوك. سامحيني يا احلام، انا في صدري جرح مليان بالحسد والالم. انت عارفة انا بحسد مين. انا بحسده هو لانه يقدر يشوفك. ده انا حرمت الى الابد من رؤية جمالك وشبابك. كل الظروف مساعداه انه يلعب بالضعير العاجز. كل الظروف ضدي. لكن انا معاك يا مختار، ما تخافش. خوفك بيحقرني في نفسي. كأنك بتقولي اني حخون اليمين اللي حلفتها لك. سامحيني يا احلام، انا واثق منك. بين الزهري
مفيش ورد. انت نسيتي تجيبي ورد النهارده يا احلام؟ سوي عليا حالا هجيبه لك. واحده ست عاوزه حضرتك في السلام لك. ست؟ طيب اديني نازله. احلام هانم؟ ايوه اتفضلي. انا اخت رؤوف. رؤوف؟ رؤوف ازايه؟ رؤوف عيان بالحمى من شهرين وحالته خطره. رؤوف عيان وحالته خطره؟ بيغيب عن وعيه ساعات، كلها هذيان باسمك. اسمي انا؟ انا جايالك من غير ما يعرف. اترجاكي اذا كنت بتحفظي له لسه شيء من الوفاء انك تزوريه. ما تبخليش بالتضحيه دي على واحد تقريبا بيموت. بيموت رؤوف؟ رؤوف بيموت وفي ايدي حياته رؤوف؟ لا ابدا، مش ممكن مش ممكن. رؤوف مختار، انا خارجه. على فين يا احلام؟ رايحه اشوف رؤوف. بالصراحه دي رايحه تشوفي رؤوف بناء على موعد سابق؟ طبعا لا، مفيش معاه حالا دلوقتي. عرفت انه عيان وفي خطر. حيلة جميلة بيستدرجك بيها علشان تخوني واجباتك الزوجية. لا مش حيلة، وأرجوك تسمح لي. مستحيل مستحيل احتمل انه يموت من غير ما اودعه، من غير ما يعرف انه جيت وياك، لانك اصبحت اعمى. كملي. ده الشيء الوحيد اللي بحرص على انه ما يعرفوش. مش عاوز يعرف ان وجودك معايا لمجرد الشفقة، وان الحب له وحده. ايوه ايوه، الحب لوحده مهما تعمل مش هتقدر تقاوم الطبيعة وتلغي الحقيقة. حبيته وكنت هبقى وياه في منتهى السعادة لولا تدخلك. تبخل عليا ان اشوفه مرة؟ هو قلبك مجرد من الرحمة؟ انت انت اللي بتبكي وبتطلب الرحمة. ايوه مجرد من الرحمة، لانه عدو اللي سلبني سعادتي. اوعدك احلف لك اني هرجع، هخدمك باخلاص طول حياتي، ابوس رجلك. سيبني اخوك. ارفض. طب يا مختار، مش هقدر احافظ على مين اللي حلفتها لك. ربنا يغفر لي. ربنا ما يغفرش للخاينين. ربنا عالم بطهارة قلبي وقلبه. يعني مصممة؟ ايوه. استني، في حل للاشكال يعفيكي عار العبس باليمين. هتعمل ايه؟ مش هتخرجي من هنا قبل ما اموت. بموتي تصبحي ارملة. احلام، انا منتظر ردك. قولي انك مصممة. منتظر. مش عاوزة تتكلمي؟ انا هوفر عليك التردد. الوداع يا احلام. لا 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 يا مختار، سيب المسدس. انا في عضك. اديني المسدس، مش هخرج. فهمت قوة حبي؟ فهمتي اني بتحمل الحياة التعيسة في سبيلك، في سبيل اني اسمع رنين صوتك، في سبيل اني اشوفك جنبي واحس بيك. فهمت فهمت انك كل يوم بتنصب لي شرط جديد، بتربطني بسلاسل التهديد وحضن اسيرة. لكن لا، موتي انا هو اللي هيخلصني وينجيني من الالم والعذاب. احلام انتهت. احلام احلام لا لا، مش ممكن تموتي، مش ممكن تموتي. فهيمة الحقيقة خلاص. النبض ضعيف جدا، لو عاشت تبقى معجزة. محتاجين لعملية نقل دم حالا. ممكن يا دكتور افضل جنبها؟ مش شرط انك ما تكلمهاش، احسن حالتها تسوء خالص. اوعدك اني ما اكلمهاش ابدا. كل اللي اطمع فيه اني اكون قريب منها. Thank you.
رؤوف يا فندم. لحظة يا فندم. ست أحلام، واحد برا اسمه رؤوف. رؤوف، رؤوف هنا، روح ادهيله. عشان اخلص من عذاب حرماني منك كان لازم اعمل كده عشان اريحه مني. بقى كده قلتي لي والست السي صحيتها النهارده كويسه قوي وعندها زياره. ايه الفايده؟ رجعنا للاسر، السعاده اللي حلمنا بيها محرمه علينا هنا، لكن هناك في الدنيا التانيه ما كانش هيقدر يفصلنا عن بعض. انت غلطانة يا أحلام، هنا كمان ما اقدرش افصلكم عن بعض لان حبكم اقوى من الموت. امسك ايدي يا رؤوف، ما ترفضهاش لانها المرة دي ايد الصديق اللي اقتنع انه ما يقدرش يتحدى الطبيعة ويستعبد الشباب للشيخوخة. يا أحلام انتهى الأسر، انت حرة، آدي وثيقة الطلاق. بس لي رجاء واحد، الصفح، بالوداع يا أحلام، بالوداع يا أحلام. أحلام بالوداع يا رب. كفاية كده، أعرف أمشي لوحدي، عصيتي